انخفاض آخر متوقع درجات الحرارة الليلية في شمال المملكة ومؤشرات على أول حالة مطرية مرتقبة مطلع الأسبوع المقبل. التفاصيل بعد هذا الفاصل. تشير خرائط توقعات النمذجة العددية للأمطار إلى أن هناك فرصا للأمطار يوم الثلاثاء في بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة على شكل زخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة لكن في مناطق محدودة. تستمر هذه الفرص موجودة معنا أيضا يوم الأربعاء في ذات المناطق وفي مناطق محدودة من جبال جنوب غربي المملكة، وتعاود هذه الفرص من جديد يوم الخميس بالهطول على ذات المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. تشتد فرص الأمطار الرعدية بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة وتمتد شمالا تصل إلى أيضا مرتفعات الطائف وربما حتى مرتفعات مكة المكرمة بالإضافة إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، وذلك يوم الجمعة. يأتي ذلك في مقدمة مؤشرات على وجود حالة مطرية تتطور بمشيئة الله تعالى مطلع الأسبوع المقبل. فإذا نلاحظ هذه الخرائط تشير إلى وجود فرص للأمطار تبدأ يوم السبت على عموم الواجهة الشمالية الغربية والغربية من المملكة وهي تحت المتابعة. ربما هذه الحالة المطرية تمتد لتشمل سواحل الوجه وأيضا ينبع وسواحل المدينة المنورة بالإضافة إلى أيضا السواحل الشمالية الغربية من مدينة جدة وهي تحت المراقبة بالإضافة طبعا إلى المرتفعات الجبلية في المملكة. أيضا خلال اليومين القادمين يتوقع أن تنشط سرعات الرياح في بعض المناطق، تحديدا يوم الخميس تتوقع أن تهب رياح جنوبية غربية على عموم المناطق الوسطى، قد تطال العاصمة الرياض مسببة أجواء مغبرة بعض الشيء، كما تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية على السواحل الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى، كما هناك فرص لأن تتأثر الأجزاء الشمالية من المملكة يوم الخميس بموجات غبارية ناتجة عن رياح شمالية غربية قادمة من منطقة بادية الشام. توقعات الأحوال الجوية في العاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، الطقس يبقى مستقر عدا بعض الغبار، ربما يكون يوم الخميس درجات حارة ما بين 29 إلى 32 درجة مئوية، وتبقى الأجواء قليلا مائلة للبرودة في ساعات الليل ما بين 18 إلى 20 وخاصة طبعا في المناطق المفتوحة. هذه الليلة في العاصمة الرياض درجة الحرارة الصغرى تكون حوالي 17 درجة مئوية والأجواء صافية. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة ليوم الأربعاء والصغرى ليلة الأربعاء الخميس، نبدأها من سكاكا شمالا من 28 إلى 12 وفي عرعر من 26 إلى 12 وفي تبوك من 30 إلى 15 درجة مئوية. غربا في المدينة المنورة من 32 إلى 22، في مكة المكرمة من 36 إلى 23 وفي جدة من 33 إلى 26، فرص لبعض الأمطار في الطائف من 25 إلى 15 درجة مئوية درجة الحرارة المتوقعة هناك. فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار كما تحدثنا في جبال جنوب غرب المملكة تشمل مرتفعات أبها والباحة من 23 إلى 11 وفي الباحة من 21 إلى 12 وفي جزاء من 34 إلى 26 درجة مئوية، أما في الإحساء من 30 إلى 17 وفي الدمام من 30 إلى 19 وفي حفر الباطن من 28 إلى 17 درجة مئوية، في العاصمة الرياض من 29 إلى 18 وفي بريدة من 30 إلى 17 وفي حائل من 28 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى الليل حوالي 15 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.